استنكر ناشطون بصريون الهجوم الذي طال مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان صباح الأحد بصواريخ باليستية الذي عدوه استهدافا صارخا لسيادة العراق، داعين الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤوليتها الدستورية لحماية الأراضي العراقية كافة بما فيها أراضي ومدن الأقليم، مستنكرين الصمت غير المبرر للقوى والأحزاب السياسية. نعم، أكيد هذا اليوم أكبر دليل بأن العراق اليوم بلد بلا دولة بلا سيادة. ما معقول اليوم إحنا التصفيات الدول، المعارك بين الدول يتم تصفيتها بالعراق. اليوم إحنا بلد لازم عندنا سيادة. بنفس الوقت على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات صارمة. مجلس الأمن عليها أن تطلب من مجلس الأمن انعقاد جلسة طارئة بخصوص قصف الأراضي العراقية من قبل إيران. ما معقول اليوم إيران متى ما أرادت أن تضرب العراق تضرب العراق، وكأنما اليوم العراق ولاية أو محافظة تابعة إلى إيران. على إيران أن تعي اليوم أن هذه القوى أو الأحزاب الموالية إليها ليس مالكين الشعب العراق وليس مالكين الأرض العراقية. العراق بلد بشعب من 40 مليون عراقي يرفض اليوم تدخلكم، يرفض اليوم ضربكم للأراضي العراقية. أن ندين ونستنكر ونجب ما حدث ليلة أمس من قصف لشمال العراق، وهذا طبعا يعتبر شو مثل ما تقول يعتبر ضد السيادة العراقية. وأنا أسأل وأجيب، هل توجد سيادة داخل العراق؟ الجواب كلا. للأسف العراق مستباح من كل دول الجوار، منها إيران اللي حدث قصفها ليلة أمس، وتركيا، وأيضا حتى دول الجوار، لأن كل اللي يحكمون العراق هم عبارة عن مرتزقة تابعين لدول الجوار وأيضا حتى الدول الأوروبية. فما يحدث داخل العراق من قصف واضح للعيان هو شيء طبيعي ولا يستبعد هذا القصف. ونحن أيضا ندين ونجب صمت السياسيين العراقيين. طبعا كناشطي إقليم البصرة نستنكر الاعتداء على سيادة العراق، على إقليم كردستان، إقليم دستوري من ضمن الدستور العراقي، وانتهاك هذا لسيادة العراق من الدول المجاورة. طبعا الدول المجاورة تصفي حساباتها على حساب العراق، وحتى التصفية السياسية بين الكتل السياسية تصفيها داخل العراق على بدفع من الدول المجاورة، وبالتالي هذا انتهاك للسيادة الدولية، لسيادة العراق، وانتهاك للقوانين الدولية والأعراف الدولية، وعلى الحكومة الاتحادية لأن هذا من صلاحياتها أنه مذكرة ردع إلى الدول اللي انتهكت سيادة العراق بالمجتمع الدولي، وبالتالي تستنكر الأمم المتحدة هذا الاعتداء وتكف التدخلات الخارجية للدول المجاورة، لأنه هذا إقليم دستوري ومن صلاحيات الحكومة الاتحادية ردع هذه الدول المجاورة وعدم انتهاك سيادة العراق.